لمعرفة الأمور سهلة جدا، لا تكلفك شيء. شلون؟ الآن احنا عندنا في البحرين، إذا سقط قرص الشمس تروح تطالع جنوب شرق. شوف جنوب شرق، خل نظرك مستوي. إذا شفت الحمرة، إذا شفت المنطقة ملأها الظلام، دخل نقص الزاوية الجنوبية الشرقية ملأها الظلام، استوى وقت المغرب. وهذا كنت يعني أداوم على من زمان، أشوف يعني الآن ما أطالع، بس كنت من زمان أطالع، فشفت أذان الموجود يعني ربع ساعة بين أذان السنة وبين أذاننا تمتلئ المنطقة فيها ظلام، يعني الجهة الجنوبية الشرقية. هاي خب سهلة، من أذنون طالع جنوب شرق تشوف حمرة موجودة، إذا دي الحمرة غابت صار ظلام دخل وقت صلاة المغرب. هذه سهلة يعني ما فيها أي صعوبة. فلما كنت في الزمان دائما أطالع، فوجدت أنه ربع ساعة بين سقوط أذان السنة وبين أذانها دائما يمتلئ المكان ظلام، وهذا مفيد.